بروستيت كانسر او سرطان غده الموثه او غده البروستات، هو سرطان يعني يعتبر في الدول الغربيه رقم 3 تقريبا بعد سرطان الرئه وسرطان الامعاء. بصيب المرضى طبعا الميل اللي هو الذكوره ما بعد سن 50. سرطان البروستات يعني له علاقة كبيرة جدا في طبيعة الطعام اللي بتتناوله الشخص. يعتبر عند المرضى اللي بتناول الطعام الدهني له علاقة بناحية وين الشخص عايش. يعتبر موجود في الدول الأفريقية أكثر من الدول الأخرى، بدول أوروبية أكثر من الدول الآسيوية، وهو بيزيد مع العمر. يعني نسبة أنه يصير على عمر 56 أكثر من 46، كل ما تقدم الشخص بالعمر احتمالية الإصابة بسرطان البروستات تكون أو أنه وجود سرطان البروستات يكون أعلى. له علاقة طبعا في الجينات، اللي في بعض الأشخاص يكون عندهم جين متطور أو جين حدث فيه عليه تغيير معين، بصيبهم بيكونوا معرضين للإصابة بسرطان البروستات أكثر من غيرهم. المرضى اللي عندهم family history نحكي عنها، اللي هم في بالعائلة عندهم سرطان في البروستات، بيكون نسبة سرطان البروستات عندهم أكثر من غيرهم. المريض بيجينا احنا عادة على بعد سن 50 أو بعد سن 45، فاللي بتم فيه إنه بيكون بيشكي من علامات اللي هي انحباس في البول أو كثرة تبول أو روح الحمام بالليل كثير. فاحنا بنجري الفحوصات المبدئية اللي هي فحوصات للدم، منها هرمون خاص بالبروستات بنسميه الـ PSA، ممكن يعطينا انه فكرة اذا في سرطان البروستات او لا. وبنعمل له فحوصات ثانوية اللي هي فحص سريري، منها فحص عملية فحص للبروستات عن طريق الاصبع، ممكن انه نشوف اذا في كتلة داخل البروستات او لا. بنعمل فحوصات ثانية مثل صور أشعة وغيرها. إذا شكينا إنه في عنده ولو جزء بسيط إنه في إصابة في البروستات، ممكن نعمل له عملية أخذ خزعات عن طريق الألتراساوند من البروستات. إحنا شخصنا إنه المريض موجود في العينة تبعت اللي أخذناها إنه في سرطان البروستات. شو نعمل؟ نترك المريض؟ لا، في علاج. لازم نعرف شو مرحلة الورم عندنا، هل هي مرحلة بدائية أو مرحلة متقدمة. أول شيء بنعمل صور، منها صور طبقية للصدر والبطن والحوض. أحيانا نضطر نعمل صور نووية للعظم، نشوف هل وصل العظم ولا لا. إذا وجدنا إنه سرطان البروستات في مراحل البدائية لسه ما تطور الورم، ممكن نعمل له عملية استئصال قطعي للمرض للبروستات والحويصلة المنوية والغدد النفاوية. وبعديها بنراقب المريض كل 3 أشهر بفحص اللي هو الدوري، فحص الـ PSA اللي هو فحص الدم. وبعديها بتم مراقبة المريض سنويا لحين إن شاء الله شفائه التام من المرض. هلا إذا لا سمح الله وجدنا إنه المرض منتشر للعظم أو للغدد النفاوية، بإمكاننا نعرض على المريض اللي هو علاج بالهرمونات. وهو علاج يعني متقبل كثير جدا، ذو يعني عوارض جدا بسيطة، ممكن المريض يتسيطر على المرض عنده ونعمل عملية اللي هو تحسين نوعية الحياة عند المريض. الإصابة بالمرض من ناحية انه وجدنا انه في عند المريض سرطان البروستات ولو كان منتشر، لحين عملية انه موته بتكون من سرطان البروستات كثير قليلة، ولكن توصل بده يعني من يوم ما انه يتشخص انه منتشر سرطان البروستات لموته ممكن تستغرق 5 سنوات. يعني احنا بنحكي عن مرض صح انه العمليه تطوره بطيئه، ولكن يجب اكتشافه وعلاجه، خاصه اذا كان المريض يعني فتره الحياه المتوقعه اكثر من 10 سنوات، يجب انه علاجه علاج قطعي. إذا مثلا سئلنا شو نعمل مشان نتجنب حدوث سرطان البروستات، طبعا ما حد بيقدر يحكي لحد إنه ما تكبر، يعني هو مرض له علاقة بالكبر، لكن في جينات معينة عند الشخص معينين أشخاص معينين إلها علاقة بالبروستات، وهاي لحد الآن
في يوروب بيجروا عليها تجارب انه يشوف شو الجين المعين اللي ممكن انه احنا نلاقيه وتم عمليه علاجه قبل ما يصير عند الشخص سرطان بروستات. لكن في امور معينه ممكن ننصحها لاي حد انه يتجنبها مشان يخفف من عمليه حدوث سرطان البروستات. اول شيء اللي هو التدخين له علاقه كبير انه ممكن عمليه انه يعمل موتيشن او تغيير جيني بجينات معينه، ممكن هاي الجينات انها تكون بسموها تيومر سبريسر جينز، اللي هو جينات تمنع اللي هو تطور او حدوث السرطانات. التدخين ممكن انه يأثر على هاي الجينات. بالنسبة لسرطان البروستات ما حكينا سابقا انه الهاي فات دايت، الاكل الدهني العالي ممكن يعمل اللي هو سرطان البروستات. غير هيك لحد الان ما في اي شيء اللي ممكن يذكر الا هو فاميليا، في ناس اكثر من غيرهم ممكن يصير عندهم سرطان البروستات. الريس اللي هو البلاك ريس اللي هو الافريكان ممكن يكون عندهم سرطان البروستات اكثر من غيرهم. الامور الثانيه اللي هي حكينا عنها اللي هي التهابات وما غيره، تضخم البروستات ما لها دخل، يعني مش كل واحد عنده التهاب البروستات او عمليه تضخم في البروستات ممكن يصير عنده سرطان البروستات. في كل العالم ومنها الاردن في عمليه بسموها early detection، بتم عمليه توعيه المرضى لما يوصل سن معين اللي هو سن الأربعين. أول عملية فحص دم بتم يجب إجراء اللي هي عملية فحص اللي هو PSA اللي Prostate Specific Antigen، هرمون خاص تفرزه للبروستات يزداد ازدياد ملحوظ في إذا في حالة وجود سرطان بروستات. إذا وجدنا هذا الهرمون أو هذا الماركر مش مرتفع عند الشخص على سن الأربعين ننصح يعمله على سن 45 مرة ثانية. نفس الشيء وجدناه غير مرتفع على سن 50 بتم عملية اللي هو فحص PSA سنويا. هلا في مرضى ثانيين بكونوا أكثر عرضة لسرطان البروستات، مرضى اللي بيدخنوا، مرضى اللي عندهم family history، والده أخوانه عندهم سرطان البروستات، ننصحهم يعملوا عملية اللي هو فحص هرمون البروستات وفحص عملية وفحص السريري لغدة البروستات. غير هيك إذا في شكينا إنه في عند المريض ارتفاع بمستوى هرمون البي اس اي ممكن نطلب إلى المريض عملية اللي هو فحص بسيط جدا اللي هو صورة رنين خاص للبروستات. إذا وجدنا إنه في ليجنز اللي هو أورام ولو خفيفة أو أورام اشتباه اورام في البروستات، وقتها نطلب من المريض انه نعمل له احنا عمليه اللي هو اخذ عينات من البروستات وفحصها بالانسجه، وبناء عليه بيتم عمليه اعطاء المريض العلاج المناسب.